السلام عليكم كيف اخباركم كيف اصبحتوا كيف جيلتوا ان شاء الله طيبين هن في البيوت وفي المعابر هن في الغربه الناس اللي طلعت من بيوت مظلومه ربنا يعينكم ان شاء الله بنشكر باسمكم الاعلام الثوري الاعلام الحر في مصر والاعلام الثوري الاعلام الحر في المملكه العربيه السعوديه الناس اللي تضامنت معاكم والناس الاحرار في العالم كله يعني الناس الواقفة معانا والناس الشايفة اللي بيحصل لنا بعيون بعيدا عن الضغط يعني والتأثير وبيظهر بيظهر الخونة من أبناء جلدتنا يعني فطالعين بيقولوا الانصرافي دار يطلع الشفاع يموتوا في جروبات كتيرة بلقى أو الناس بترسل لي الحاجة دي مزعجاها يعني <applause> فدار ارد عليها يعني اول حاجه الحريه والتغيير لما طلعت الناس المواكب اختارت الاطفال ما كانت بتطلع زول كبير احنا هسه دارين امك وابوك يرضوا عنك انك انت طالع تدافع عنهم انت ما طالع موكب ده ما موكب يا اخوان احنا ما قلنا موكب احنا قلنا استنفار الجيش ده ما طلع يوم 15 المعركه بتاعت الكرامه دي ورجع البيت الجيش ده من يوم 15 قاعد في الشارع بيقاتل. احذر انك تعمل نفس الحاجه دي. تقاتل تدافع عن حقك تدافع عن عرضك تدافع عن بيتك تدافع عن ارضك تدافع عن السودان تدافع عن اللي عنك. اقلاها بانك توريه انك انت معاه بالاستنفار ده مش انك انت قاعد وتتفرج والله الجيش ما حسم الموضوع. الجيش يا اخواننا قلنا لكم مقسم فيه طيران وفيه مدرعات وفيه مهندسين وفيه بحريه المشي حقين القوات المسلحه ما لابسين كاكي اخضر كانوا لابسين الكاكي بتاع الدعم السريع دي الخيانه هنا حصل تمرد من المشعل القوات المسلحة. الجيش اللي بيمشي في الواطدة المشل اللي انت اسا بتفتش فيه ما في. ديل كانوا الدعم السريع انفصلوا وتمردوا على القوات المسلحة بيقى في نقص دايرين يتم النقص ديل احنا. إذا عندنا القوة إنه احنا نشرد في الحدود بتاعت السودان المفروض يكون عندنا القوة انه ندافع عن بيوتنا. ما قلت للأطفال اطلعوا الشارع زي ما الحرية والتغيير عندها 198 شهيد في التميز حتى الآن ما بتجيب سيرتهم. ما قلت للناس اطلعوا موتوا زي ستة النفور وبعد شوية ماتت في مدنية وطلع في النهاية في تسوية بين خالي السلك والدعم السريع، أنا ما قلت الكلام ده. ولا قلت لكم اطلعوا وموتوا عشان حاجة ما مفهومة مدنية تسوية ديمقراطية اتفاق الطاري انا قلت لك موت عشان السودان يا السودان يا الموت ده كلام واضح انا ما قلت الاطفال بس قلت الاطفال والكبار والصغار وال... والنساء والبنات اللي بيغتصبوهم بيحتر... بي... وبينتهكوهم وبيتحرشوا بيهم اذا كان ظهر فيديو فيه شباب صغار مفروض تظهر فيديوهات حقت ناس كبار المفروض تظهر فيديوهات حقت بنات متضررات حركوا اخوانكم <applause> بيطلعوا بيقولوا والله يا اخي جيش علي كرتي لو انتصر الانصرافي بيبقى رئيس وزراء ثاني لا حتسمعوا بمدنيه لا ديمقراطيه جيش الجيش السوداني حينتصر باذن الله والانصرافي ما حيبقى رئيس وزراء الانصرافي بقاتل عشان حق الشعب السوداني في حق الانتخاب والاختيار لكن على الضمان لو بقيت رئيس وزراء ولا ما بقيت رئيس وزراء انت الحاجه دي خدتها في راسك اول حاجه انا ما بظهر ولا داير منصب ولا حقاتل حق عشان منصب تمام؟ والجيش السوداني حينتصر ونوعكم و... ده اللي افكار اولادنا وبيلوث افكار الجيل ده واللي بل انتوا ما حتكونوا لا في ميديا لا في الطبيعه تمام؟ دي ما محتاجه الانصراف يبقى رئيس عشان يصدر قرار زي ده القرار ده بيصدر من وعي الشارع وعي الشعب الناس واعيه شديد بتكتبوا كلامكم ده كله وبيردوا عليكم انتوا خايفين من وعي الناس <applause> خايفين انه الناس بعد ده تحاصركم وحاصرتكم فعلا الناس بقت تفرز بين الاستعمار وبين الوطن بين الافكار المستورده وبين قيمنا بين انكم انتوا بتقولوا لنا يا اخي حتطلعوا تموتوا في شنو؟ طيب احنا نقعد في البيوت ننتظر الدعم السريع يعمل شنو اكتر من كده؟ <applause> انتوا دارين الدعم السريع يعمل شنو؟ ما بتورونا، بتقولوا لنا حرب عبسية، حرب عبسية بين حمي... بين حميتي والبرهان، احنا فاهمين الكلام ده، ما احنا عارفين حرب عبسية، وعارفين انه البرهان كان من الاول المفروض الحتة دي ما يوصل، احنا عارفين الكلام ده، وصلناها الان احنا فيها واحنا اللي بندفع في التمن تطلع تكتب تقول يا اخي ده حرب عبسية حتنتهي بين الجرن... الجنرالين باتفاقية في كينيا. زي ما كاتبة الاستاذة حنان والتسريبات اللي بتطلعها. ودماء الراحة دي وبلدنا الضاعت اللي اتدمرت واعراضنا اللي انتهكت هيدفع ثمن الحاجه دي منه؟ في حاجات بالقروش ما بتشتريها ممكن بعدين نغنى ونبقى مليارات والناس دي كلها تبقى ولا اصحاب العقالات ولا اصحاب الـ 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 البترو دولار لكن في حاجات ما حتشتريها بعدين بعدين ما حتشتري كرامتك بتشتري عماره ولا كروزر 24 لكن ما حتشتري اه نظره زوجتك ليك بيتك ليك ولدك ليك موقفك الجبان ده بعدين بالقروش ما بتمسحه الليلة ثلاثة قبائل اتحركت في النيل الأبيض غير اللي امبارح بتدعم في القوات المسلحة بالمقاتلين وبتدعمهم بالأكل والزاد عشان تنزل معركة الخرطوم معركة الخرطوم ما يوم الجمعة الناس تكون فاهمة أنا ما بدعوك لموكب موكب موكب الجمعة للخلاص لا لا ما ما عندنا موكب زي ده احنا ما داعين لموكب احنا داعين لمعركة الكرامة انه احنا حنكون في خط الجبهه كمواطنين مع القوات المسلحه الحاجه الثانيه طلبنا الناس اي زول عنده مقترح يفيد الموضوع ده يقدمه ما تنتظرنا انا اتكلم انا ما متخصص في حروب ولا بتاع استراتيجيه انا داير الناس المؤمنه بالفكر دي تتكلم انه الموضوع ده ننجحه كيف مش نفشله كيف مش نطلع نطلع فيه عيوب وانتقاد انه حيطلعوا شفه حيطلعوا ناس صغار حتموتوا ساي ده كله احنا فاهمينه عشان نتفاداه الناس اصحاب التخصص يطلعوا يتكلموا قلنا يا اخي الناس اللي في الاحياء تحاصر الدعم السريع دارين نقضي على الدعم السريع اي زول عنده مقترح يساعدنا في انه نقضي على الدعم السريع يقدمه اي زول عنده مقترح يساعدنا انه احنا نقف مع القوات المسلحه يقدمه اسي الليل انتم المعارك شايفينها هاديه في مفاوضات انه البرهان حيقعد في هدنه مدة 10 يوم من هنا لحد بعد العيد ده منو اللي الكلام ده شفتوا في الهدنه الدعم السريع بيعمل شنو؟ ويطلع يقول لك دي حرب عباسيه الواحد خلاص اكتشف الذره حرب عباسيه بين البرهان وحميتي صحيح واحنا دورنا شنو؟ احنا دخلونا في الحرب العباسيه دي ليه؟ اللي بندفع ثمنها احنا ديل هتيجي تقول لي يا اخي خليهم دي حرب عباسيه البرهان وحميدتي حيتفقوا ما حتى لو اتفقوا جاتني فرصه اتخلص من الدعم السريع انت رايك شنو؟ جاتنا فرصه نتخلص من الدعم السريع جاتنا فرصه انه الدعم السريع ما يمشي معانا سنه 24 جاتنا فرصه انه الدعم السريع ما يخش معانا في فرصه انتخابات بالرجاله جاتنا فرصه انه نتخلص من الاحزاب بتاعه الخونه جاتنا فرصه انه نتخلص من فوكلر جاتنا فرصه إن نتخلص من الرباعيه جاتنا فرصه إن نتخلص من املاءات الامارات نضيعها الفرصه عندها ثمن غالي احنا عارفين الفرصة جاتنا عارفين انه البرهان وحمايتي ممكن يكون بينهم مؤامرة ضدنا ده كله فاهمين جاتنا فرصة نتخلص منه انا الاثنين حتى ما في زول شاورنا بدل الحرب دي ما رجعوا علينا ولا ولا استشارونا ولا 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 عبرونا اصلا الناس الدعم الموقف بتاع النفرة دول والاستنفار احنا دايرنا كنت تضغط القوات المسلحة تتبنى الاستنفار تبنت الاستنفار تاني ما في هدنة تبنت الاستنفار تاني ما في هدنه تبنت الاستنفار اعلنت حاله الطوارئ ثاني ما في حركه بتاع الدعم السريع بعربات مدنيين تهديد للقوات المسلحه تبنت الاستنفار الولايات اللي حتوقف اي حاجه بتعمل فيها وحنكون كلنا صف واحد الدعم السريع فاتح لنا في دارفور وفاتح لنا في كاودة النيل الازرق وفاتح لنا في الخرطوم وبهدد في تخوم شندي وصل لحد كسلة بهرب السلاح ومحاصر كان برسودان واصل لحد شندي واصل لحد مروي انتوا دارين تصحوا يا اخوان الحصل في الخرطوم ده هيحصل في كل الولايات وبعديها تاني القومة صعبة عندنا باقي رصاص وعندنا باقي رجال في الشارع تعالوا نقيف معاهم ما يخلصوا الدعم السريع بيجيهم مدد من اتجاهات كثيرة وكلكم معترضين على الحاجه دي، معترضين اقلاها على انه الدعم السريع بيطلع برا الخرطوم باموالنا والمسروقات وبيجينا راجعين تاني. احنا ما قادرين نوقف الحاجه دي، ما قادرين نقفل الخرطوم. دي خيانه من فوق طبعا. لما تطلع توري الدوله انك انت يا اخي عندك راي واقلاها انك انت يوم الجمعه حتقول والله يا اخي احنا دايرين نحسم الحرب دي لمصلحتنا ونتخلص من الدعم السريع، الدوله دي حتى لو فيها خونه وطابور خامس حيظهر. اللي يرفض انه يعلن الاستنفار ده طابور خامس اللي يرفض انه يعلن حظر تجوال في الخرطوم ده طابور خامس اللي هيفرض علينا انه نقعد في هدنه بعد الاغتصاب اللي بيحصل ده والانتهاك اللي بيحصل والشمس فوق ده طابور خامس دايريننا نطلع الطابور الخامس ده حس ظهروا اللي هم الكوادر بتاعت قحط والمدفوع ليها ده المدفوع ليهم ما قادر يفرز بين الكرامه والعرض وال والخيانه ما 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 ده عليه بس ما تديني قروش يطلع يقولوا الكلام ده حس انا داير اشوف فيديوهات ناس كبار ما شوف بس اللي حيطلعوا انا قلت دايرك انت وامك واختك وابوك انا داير فيديوهات تطلع تتكلم عن الحاجه دي تضغط القوات المسلحه انها تاني ما تقعد في هدنه لا للهدنه لا للتفاوض ما في حاجه اسمها البرهان يقعد مع حميتي ما في حاجه زي دي حميت ثاني ما البلد دي ما حيخشها تحت اي مسمى تحت اي اتفاق كلام ده واضح وما حتكون جمعه بس لا في جمعه الغضب وفي سبت الغضب وفي احد الغضب ما حننتظر الجمعة جمعة لا لا تاني كله وفي اليوم الواحد الساعة 12 غضب الساعة واحدة غضب الساعة اثنين غضب لحد ما نتخلص منكم ما في احنا التشويه بتاع السمعة والحركات دي تسووها زمان ده كلام هنسي بيفرق ده هنا الميزان الحقيقي بتاع الغيم حتشوفوها